والروح السقيمة حام قلبي لها عجل والدفاع صوب لي شوفها والروح السقيمة حام قلبي. شاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقة المتميزة في شوطنا الثاني عشر في مجموعة أشواط هذا الصباح المميز وهذه التظاهرة الصباحية الجميلة في هذه الشارة المقدمة من السيد راشد بن سعيد بالغافرية. شكرا أبو حمد على هذا الدعم وأيضا هذه الشارة المقدمة بمناسبة فوز تكريم بسيف الإمارات تكريم الهجنة العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم. نتابع هذا الأداء، نتابع هذا الشوط الخاص بالقعدان هنا والتحديات والإثارة، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع هناك المقدمة بالعيون الثاني بن علي بن سيب بضبع الدرمكي من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول المحيط في المركز الثاني لسالم بن راشد بضبيعة لقتبي وعلى المركز الثالث سداد عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتي شاهين محمد بن سعيد بن سلطان بن راشد لقتبي والقدوم هنا من قبل الباز لأحمد بن مصبح بن درش لغفلي من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة بالتحدي المنطلقة بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز الجميل. نتابع مشاهدينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، صدارة الانطلاق، صدارة التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهنا الانطلاق والتحدي، الله 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 والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وهناك أبو العيون الثاني بن علي بصيب بالضبع الدرمكي من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ولكن صداد 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 عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان من ينطلق على المركز الثاني وعينه على الصدارة، بداية تسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المحيط في المركز الثالث. وأهالي طوي نزوة هنا يتواجدون بهذا الشعار ومن يمثلهم في هذا الصباح المميز سالم بن راشد بالضبيعة اللي اكتب يأتينا هنا بهذا الانطلاق مع أيضا المحيط. أما المركز الثالث هنا يأتي الباز أحمد بن مصبح بن جرش لغفلي من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا. هناك أيضا الانطلاق والتحدي في هذا الأداء الجميل، ولكن نبقى هنا، نبقى مع الصدارة، نبقى مع المقدمة، نبقى مع الثلاثية الجميلة، الثلاثية التحدي، ثلاثية الأداء المميز الجميل. هنا هو الصدارة، سداد من انطلق إلى المقدمة إلى المركز الأول، العبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، المركز الثاني المحيط تسلل إلى ثاني المراكز محيط بأكمله. هنا يتواجد هذا الأداء سالم بن راشد بالضبيعة اللي اجتبي من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز، المركز الثالث هنا 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 أبو العيون الثاني بن علي بن سيف بالضبع الدرمكي ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع البازل أحمد بن مصبح بن جرج الغفلي، والقادم هنا لطام مبارك بن سالم بن قروش العويسي. وصلنا بن قروش، وصلنا بن قروش، هنا بدأ يتسلل رويدا رويدا إلى المراكز المذاعة وعين على الصدارة، حاصل على نقطة في هذا الصباح المميز الجميل أو نقطتين في هذا الصباح المميز الجميل مع بن قروش هنا في هذا الأداء الجميل والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولكن صدود صدود عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان على الصدارة على المقدمة والكيل الأخير
مرة هنا بهذا الانطلاق الجميل المحيط على المركز الثاني، المحيط على ثاني المراكز لسالم بن راشد بن ضبيعة اللي يجتبي من يأتينا. وصل بن قروش مع الطام يبغي يلطم المركز الأول. مبارك من سالم بن قروش العويسي الله والتحديات. هناك يأتينا مياس لسعيد بن هلال بن سالمين الخيالي من ينطلق على المركز الرابع. هنا هال الفقع ايضا قادمين بهذه التحديات الجميله، ولكن الله هنا 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 اهالي الميدان اهالي الارضيه هنا بهذا الانطلاق مع صداد. صداد والمحيط في تحدي الله، ولكن صداد 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 ينطلق على المقدمه سلاله شاهينيه غنيه عن التعريف. صداد 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 عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان يضيف انجاز الى انجازاته على ارضيه هذا الميدان ميدان الاهبار. هو تهدونا سلام للعوير، سلام 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 سلام. اسعدتم صباحا يا هال العوير على هذا الاداء المميز لصداد. تهانينا لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي على هذا الفوز المميز الجميل. خلاص 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 ما يحتاج يا ابو حميد، خلاص لحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس بهذا الاداء المميز. المركز الثاني وصل المحيط سالم برهاب الضبيعة على اكتمال المركز الثالث. مياس سعيد بن هلال بن سعيد بن سالمين، وهناك الطام المبارك بن سالم بن قروش العويسي. وعلى المركز الخامس هنا القادم بالعيون الثاني بن علي بن سيف الضبع الدرمكي من وصل على المركز الخامس. والتوقيت الزمني هنا 6 دقائق 27 ثانيه.